انا بنتي عاوز اوظفها، بفكر ان انا مش لاقي لها شغلانه وخريجه جامعه كبيره جدا. قلت اكلم الكابتن خطيب، مش عارف يعني محرج ان انا كنت تتكسف طبعا رغم اللي انت في الحوار معانا النهارده طبعا كان كلام طيب جدا وعلاقه طبعاً عمر مع كابتن محمود الخطيب. يعني انا ايه اللي يخليك تتكسف؟ لا يا كابتن، انا عزة نفسي وكابتن خطيب قدامي وبروح نادي الاهلي العب وبشوفه، لكن هو المفروض يعني مع ان لو قلت له عمره ما هيتاخر عنه، لازم يا كابتن شادي عشان هو بيحبك. هو دلوقتي كان في المواطن بيقول انا بشغل عشان الاولياء لاباته مقدمه. طب يا انا بنتي يا كابتن، انا ما احرج اكلمك عليها. انا ربيع ياسين يا كابتن خطيب، معلش ما انت من واجبك انك حتى تبعت تقول لي انت فين. انا جيت من تونس، كنت اتمنى ان في برنامج كتابه ملك وكتابه ده يدافع عني ولو دقيقه. البرنامج اللي هو بيكلف النادي ملايين الملايين، يتكلموا على كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر في كاس العالم، وقولوا يا جماعه ما لقيتش ان قناه الاهلي حتى تضيع عليا. وبعدين تهمتي ايه؟ تهمه شريفه ومحترمه وجميله، ويا رب تكون ليا دي ان شاء الله. انت الواضح ان التقرير بتاع المنتخب اللي خرج ده مزعلك جدا، واضح من كلام حضرتك. لا انا كنت اتمنى يعني ابراهيم المنيسي وعادل القيعي ما شاء الله ولا قوه الا بالله بيقدموا برنامج، هم بيحبوك وبيحترموك جدا وانا بحترمهم. كان لازم يتكلموا عليا شويه ويدافعوا عني، وخاصه ان انا ابن النادي الاهلي، وعمري ما اتكلمت عن كل ولا عمري النادي الاهلي وحياتي كلها في النادي الاهلي. وخلي بالك يا شادي، انا ما اشتغلتش، عمري ما طلبت بشغل، اول مره في حياتي اتكلم على شغل، اول مره في حياتي. وعمري ما اتكلم وفي ظهر الكابتن الخطيب وفي ظهر الاداره وفي ظهر الكيان وفي ظهر الجمهور، وكياني بالنسبه لي انا عندي رقم واحد. فاللي اقصده يبقى في يا جماعه فرقوا بين شخص وشخص. في 2017 عمر ضهري، انا خلي بالك ضهري تعبني لحد دلوقتي. انت عرفت انا هقول لك ايه؟ تعبني بس اخدك في الفروع كلها في 2017، والوقفه كانت من الصبح لحد ما خلص عليا، بقيت ماشي لحد ضهري تعبني. هتقول ايه لعمر ابنك ونازل انتخابات؟ انا عاوز الجمعيه العموميه تسمع عمر وبيتكلم، وتسمع الجرح وبيتكلم، وتسمع مايا وبيتكلم، وهي تعرف مين الشخصيه، مين المتكلم، مين المثقف، مين طبعا الجرح ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عمر لا يملك غير ان هو بيحاول ابن ربيع ياسين بس، فربنا يوفقه وربنا يسعده ويعمل اللي عليك عمر، وحاول وبالتوفيق ان شاء الله. في نهايه حلقتنا ونهايه كرسي الاعتراف، كابتن ربيع ياسين في كلام جريء جدا في كرسي الاعتراف النهارده، شرفتني ونورتني. شكرا يا شادي، اشكرك ومتشكرين جدا وموفق دايما. اشكرك كابتن ربيع. جميلا بكده انتهت حلقتنا النهارده مع نجم كبير بحجم الكابتن ربيع ياسين. انتظرونا بكرة في حلقة مهمة جدا مع المهندس عدلي القيعي في حوار في تاريخ نادي مبادئ القيم، هيفتح قلبه لأوضة اللبس. انتظرونا ان شاء الله بكرة قبل دلوقتي بساعتين، وتصبحوا على ألف خير.